الشبر بتاعنا من قلت لحد صفد، التراث بقى من تراب حل وعرضنا بس اترفض، العجب شد الحال ومن العفرة بقى مغموس، في وسطكم سراب كان سببه ناس تهت في فلوس، فرقتي عن كل مرة قلنا عنها تبقى غير، مشينا بس احنا بنمشي في نفس خط السير، شعوب عاشت وشافت حاجة أسوأ من الكابوس، ما تزعليش يا أم ابنك مكانته في الفردوس، احنا اللي بينا عارف الماضي ازاي يشهد التاريخ، الفرق بيننا وبينكم زي الشمس والمريخ، يابسنا تحته ذهب والفرات مليان يخوت، صغركم بالألعاب صغرنا بيلعب بالبارود، كان نفسي نعمل حاجة بس ما باليد حيلة، كان نفسي نعمل حاجة بيها نرد لكم جميلة، محدش يسمع صوتك طول ما تبقى في بطن حوت، نفس الكلام مع طفل حاول يصرخ صرخة موت. يا شعب عايم في الكسد عايشين، ناس في المواجع لحن لفلسطين، يا شعب عايم في الكسد عايشين، ناس في المواجع لحن لفلسطين، يمو المنابع للأمل يكفيك شر اللي اتعمل، يمو المنابع للأمل يكفيك شر اللي اتعمل، فرجك دعيت هنهل بالتوحيد، فرجك دعيت هنهل بالتوحيد. الأب ابنه مات ومش لاقيله حتى كفن، الأم واقفة في حسرة، الابن مات ولا حتى اتدفن، اللي فات ما كانش خلص علشان يبدأ الجديد، مش هنسكت قالها شاب قلبه أقوى من الحديد، أقل أوضة في مشفى فيها بس 1000 حالة، نموت أو لا نموت سكوتنا ده يبقى استحالة، جروحنا تعني كفء ومش فارق معانا مين، جنودنا يعني أسودنا والأسود على العرين، تقدر تقول اللي بيحصل موجود في أي عرف، تشبيهنا بالأواني غير في رصة ملعب جولف، زفرتوا بالغنيمة وحطيتوها في السرداب، وقلت يلا صلح وانتوا طغي مش أحباب، تقدر تقول لي فين دينك اللي حاسك عرفك، لأ لو من ناحية دين فلا تفقه أي شيء في الفقه، أسلوبكم القرصنة بس أبشع من القرصنة، محدش سمع عنكم وقت مؤامرة الشراكسة. يا شعب عايم في الكسد عايشين، ناس في المواجع لحن لفلسطين، يا شعب عايم في الكسد عايشين، للأمل يكفيك شر اللي اتعمل، يمو المنابع للأمل يكفيك شر اللي اتعمل، فرجك دعيت هنهل بالتوحيد، فرجك دعيت هنهل بالتوحيد. عايز ترقي وزير ولسه ما زقتش البيادق، ضربة النهاردة بعصي ضربة بكرة بالبنادق، كان ما بينا عهد بس شوف مين اللي كسره، الستار طلع شفاف والمذنب اكتفينا اثره، مقاومة لشاب معدم وطرفها التاني المقتدر، غلام عافر بشق الانف الصف جنب بيحتضر، كان بايدك تعمل حاجة واقف دلوقتي بتتندم، وصهيوني طب الكلام القول مقتضاه منجم، بقينا بنعمل حرف من اقوام بقايا الوبر، امداداتهم بقى تتضعف كانه جسم ضعف فانشطر، بينافقوا بين وش الكذاب وهتزيد الضرائب، بالنسبة للاوطان حلت محل ضمير الغائب، اعرضوا عنها الحديث ما دمت حيا او فنيت، لن نعرض عنها الحديث سواء ان شئت ام ابيت، دلوقتي المعادلة بقت لمين الرأي الاصدق، الاول اقتبس جديد والتاني مع الفرزدق.